بدأت الروعة روعة. ليه مليك إيفونا المختفي تماما في وسط تلاتة في وسط تلاتة في وسط تلاتة في وسط تلاتة في وسط تلاتة؟ يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا مالك. صنع ضربة الجزاء وهذا الزملكاوي. واحد يقول ايش اشتراك ان الزملكاوي من فانيلة طبعا شعار الزمالك. كهرباء يتقدم ويتصدى شريف كرامي الوحش الصغير يتصدى لضرب الجزاء وبالتالي ينقذ النادي الاهلي. عادت القافلة الحمراء وكما يقول عزيزي المشاهد الصحفي جيمس مونتاج من صحيفة الجارديان البريطانية يقول لا شيء يضخ ويفجر الدم في العروق مثل مواجهة الأهلي والزمالك. تصور لعب دور شريف إكرامي اللي تألق في هذا المرمى وأبعدها، أم أن عبد الله السعيد اللي سجل من ضربة جزاء في الشوط الأول مرة أخرى ربما يهدي السعادة لجماهير القافلة الحمراء. يتقدم جول جول أهلاوي متقلب، يعني تستمر هذه المسابقة مش هذه الصورة الراقية. هذه كرة لنادي الأهلي في المكان الخطير، فرصة الله خطيرة جول جول.